السلام عليكم خوتي، وتبارك الله عليكم وربي يحفظكم. بغيت نشارك معكم واحد القضية ديال كارد كيشي مع اي بنك. ولا كنا كدير واحد حنقولوا دير الرقم السري ديال الكارطة، ولكن ما غاديش حتى نوريكم القضية ديالها كي ديروا لها. قادر تعطيكم بحال نقولوا 100 درهم تعطيك 200 درهم، دير 200 درهم ما كايناش، كان 300 درهم تعطيك بحال نقولوا 500 درهم. فهمت؟ غادي نوريكم هذه اللقطة وتتبعوها شوية بشوية، وماذا بكم تركزوا مليح باش بحال نقولوا تدخلوها للعقل ديالكم باش تصدق لكم. صافي، ونقدر نعاودها لكم حتى جوج مرات ولا ثلاثة باش تعرفوها. صافي، يلا بسم الله. هيا كارت كيشي، هاني دير الكارطة، أنا ندير الرقم باش ما درت الرقم، ها هو الرقم. غادي ندير الرصيد، المهم الرصيد نقولو حنا ها هو. خدمات أخرى، هنا كتجبد الفلوس، غادي يعطيوك مرسو ديمو شحال السحب. هيا غادي ندير هنايا بحال نقولو هنايا، غادي ندير 200 درهم، ندير مبلغ آخر، مبلغ آخر 200 درهم. تالي مبغيتش التذكير، هنا غادي تخرج 300 درهم. هاي 200 درهم،